قادر سبور هي التي نظمت هذه التظاهرات، الحفل الفكاهي من التنشيط الفكاهي حميد الحلو معروف بشعبون. بون حنا ارتئينا باش ننشطوا هذه الامور باسكو هذا المكان نقدر نقولوا هذا كان مهجور، وفي اطار التنشيط السياحي كما نقولوا حنا هذه المبادره ديناها في اطار نشر الوعي والسياحه في مرسى الحجاج، ونتمنى ان شاء الله الضيوف الكرام يكونوا فرحوا. استمتعنا اليوم بسهرة التي أقامها السيد الممثل الشهير شعبون، يعني كانت سهرة جميلة، ولا سيما نحن يعني من فئة الأطفال، يعني كانت هناك عروض ترفيهية، كان يعني كل جمهور رأيت أنه استمتع وصفق إلى هذا الممثل الشهير، ونأمل مسيرة جيدة لهذا الممثل. السلام عليكم، احنا جايين من ولاية بشار، كل عام نجول لمدينة بلدية بوركور. من العام اللي كانت كورونا الحالة كانت ناقصة شوية، وهذه عامين راه الحالة مليحة، ورحنا السهرات راه مليحة هنا في بوركور، والغاشرة يجوا من كل ولايات لبوركور تاع الصحراء، راهو كل عام يجوا هنايا، ورحنا السهرة راه يديروها هنا كل عام الحالة مليحة، وحنا راح نديروا معرض تقليدي هنايا. وليداتي الحمد لله يا ربي فوتنا غاية الحمد لله، ربي خلينا شعبون. جابونا شعب اللي رانا في مرسى الحجاج، جابونا شعب اللي ما شاء الله انسان قليل، كوميدياسيون يديرها بيان يديرها صافا غاية، انسان مولا خير، كوميدياسيون يضحك الناس ومامطو هو يضحكنا وحنا نضحكوا معاه ونتصوروا معاه، هو داير هكا زعما.